الأستاذ تحكي؟ احموا المدخل، نحن رح نطلع من ورا. حاضر. نحن لازم نطلع. يلا رح خلص. وهن هلا رح يفوتوا. المقص. طلعوا مراد من هون. حاضر سيدي. احموا المكان، ما لازم تخلوهم انه يقدروا يمروا من هون للمخرج الوراني. تفضل. يلا. عم يطالعوه من وراه، عم يهربوه منا. شو عم تعمل؟ وين رايح؟ رح تنفجر. أخي عابد، هذا أنا نهاد. أنا يلي شفته خيال؟ أخي عابد قوص علي ما هيك؟ طالما قوص علي كان لازم تقوص عليه. أنا عم أحكي عن أخي الكبير عابد، ما عم أحكي عن شخص عدو لإلنا. بعتقد واضح إنه ما عاد أخوك، يا ريت تتصرف على الأساس. أعطوني قائمة لأعرف على مين لازم قوص وعلى مين ما لازم قوص. مات المعلم مراد الكبير والكل طقوا علاتهم.